السلام عليكم. إن ليلة القدر هي أعظم ليلة في الوجود، ويتسابق المسلمون على إدراكها منذ 14 قرن. فقد يكون قيام ليلة القدر مرة واحدة في العمر هو مفتاح النجاة من النار ودخول الجنة، ولأن الله يعلم مكانة هذه الليلة عند عباده وأنهم سيبحثون عن موعدها، أعطانا 4 علامات نستطيع من خلالها تحديد ليلة القدر، وسنخبركم بعلامات. إن رأيتموها فتأكدوا أن هذه هي ليلة القدر واغتنموها، فتابعوا معنا، ولا تنسوا الاشتراك في القناة تشجيعا لنا والضغط على زر الجرس. إن لليلة القدر عدة علامات متميزة أخبرنا بها النبي عليه الصلاة والسلام في حديث مؤكد، حيث تظهر علامات ليلة القدر على مرحلتين. الأولى هي علامات تظهر أثناء حدوث هذه الليلة، والهدف من ظهورها تقوية الإنسان للعبادة والزيادة في التضرع إلى الله عز وجل. فالعلامة الأولى أن سماءها تكون صافية منيرة، ويكون القمر فيها ساطعة، والليلة ساكنة لطيفة لا برد فيها ولا حر، ولا يظهر في سمائها شهب ولا كواكب حتى الصباح. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليلة القدر ليلة سميحة طليقة، ولا حارة ولا باردة، وتصبح الشمس صبيحتها ضعيفة حمراء. وأما العلامات الثانية فهي شكل القمر في هذه الليلة، حيث يكون مختلفا عن شكله المعتاد في باقي ليالي السنة، فيكون شكل القمر فيها مثل شق الجفن. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: تذاكرنا ليلة القدر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أيكم يذكر حين طلوع القمر وهو مثل شق الجفنة؟ والعلامة الثالثة فهي علامات لا تراها العين، ولكن يشعر المرء بها في قلبه، حيث يشعر المرء في تلك الليلة بالسكون والطمأنينة تسري في جسده، ويلن قلبه ويشعر بالطمأنينة في أثناء صلاته، وهي تدل أن الملائكة تسلم عليه وتؤمن على دعائه. فلا بد لكل مؤمن أن يشعر بداخله أن تلك الليلة هي الليلة التي كان ينتظرها. وأما المرحلة الثانية فهي العلامات التي تأتي بعد انقضاء ليلة القدر، والهدف من هذه العلامات تبشير من قامها بأنه قد حصل الخير كله، وجعل من فاتته يشعر بالحسرة والندم ليحرص على ألا يكرر خطأه في العام القادم. وهي علامة واحدة ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام في حديثه، فقال: وتصبح الشمس صبيحتها ضعيفة حمراء. وقال في حديث آخر أن شمسها تطلع يومئذ لا شعاع لها، وهذا ما يميز هذه الليلة ويؤكد انتهاءها، حيث يكون منظر الشمس خفيفا غريبا في ذلك اليوم، ولا ترى خطوط أشعتها كالعادة، ويكون لونها مائلا للحمرة كأن شيئا يغطيها. والسبب في أن الشمس في ذلك اليوم تطلع دون شعاع هو كثرة الملائكة التي تنزل إلى الأرض وتملأ السماء فتغطي بذلك شعاع الشمس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة تلك الليلة أكثر في الأرض من عدد الحصى. اللهم بلغنا ليلة القدر يا أرحم الراحمين يا رب العالمين، واجعلنا فيها عندك من عبادك المخلصين. أرجو أن يكون المقطع قد نال إعجابكم، والسلام عليكم.